ingatkan untuk kasih sayang. Saya tak kaya, tak ada duit saya untuk ngasih apa-apa ke bapak. Saya kasih dua biji saja, dua saja. Pertama minyak wangi Ot, Ot itu kayu gaharu. دهن العود، هذا العطر ذو الرائحة النفاذة والباهظ الثمن المعروف لأهل الخليج بشكل خاص وبعض العرب عموما، والذي يقدر حجم التجارة فيه على مستوى دول التعاون بحوالي 4 مليارات درهم سنويا، حصة الإمارات العربية منها نحو 25%. ويتساءل الكثير من الناس عن السبب وراء ارتفاع أسعار دهن العود ومشتقاته، لذلك قررنا تتبع مراحل تصنيعه منذ وصوله من دول المنبع التي يتركز أكثرها في كمبوديا وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. وبالطبع لا يصل دهن العود كمنتج زيتي صالح للاستخدام، بل يتم استيراده بداية الأمر كمادة خام تتكون من قشور أشجار العود القديمة التي تتجاوز أعمارها بحد أدنى 70 عاما. أول شيء نحن عود جيب من كمبوديا، تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا. بعد ما جبنا العود نحن نسوي هذا جريدينج كواليتي. بعد ما كواليتي ممكن أطلع منه درجة أولى، درجة اثنين، ثالث، بعدين نسوي تنظيف. يوم نسوي نحن عود التنظيف من النوعية تنظيف، ممكن كمان تطلع نوعية رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. وبعد تنظيف وتصفية أخشاب العود وفرز ما يصلح منها للبخور عن المخصص لصناعة دهن العود، يتم طحن الأخير ثم عجنه في مكائن خاصة. بعد ذلك يوضع عجين العود في براميل كبيرة لعدة شهور ليخرج بعدها للمرحلة الأهم، مرحلة التقطير، التي تمتد هي الأخرى 15 يوما على الأقل، وهي مرحلة يتم خلالها وضع عجين العود في قدور كبيرة على نار هادئة، وفي كل ساعة تقطر من القدر العملاق بضع قطرات من دهن العود الممتاز الذي يصنف كقطفة أولى للمحصول، وما يأتي بعد ذلك يندرج تحت الأصناف الأقل جودة. عندما ننظف العود وننقيه شيء جاهز للاستعمال، وشيء نحطه في براميل والبراميل فيها مواد ويخزن في البراميل لمدة مثلا ما يقارب حوالي 3 شهور، ومن بعد البراميل هذه نفرغها في الغلاية، والغلاية نفس الشيء تاخذ بعد من 10 أيام إلى 15 يوم، ومن بعد 15 يوم يصنع من المادة هذه يصنع منها دهن العود. برضو من دهن العود أول شيء يوم تطلع أول 3 أيام في نوعية، في تالي 3 أيام في نوعية، في آخر 7 يوم في نوعية. وأخيرا يؤخذ الدهن الناتج من عملية التقطير ليعبأ مباشرة في قوارير صغيرة وبشكل يدوي، فكل قطرة تقدر بثمن، وكلما أصبح دهن العود قديما وداكن اللون كان أفضل وأغلى ثمنا لتركز العطر فيه. القديم يرجع إلى السواد، يأخذ نسبة السواد أكثر من الله، وريحته بتكون طبعا أجود وأزكى من الجديد. أما أخشاب العود التي تم تخصيصها للبخور فتؤخذ ويتم تقطيعها بشكل صغير، ثم تنظف قطعة قطعة يدويا مع الحرص الشديد على إزالة الأوساخ والرمال العالقة فيها. وكلما اعتنى التاجر بالتنظيف ارتفع سعر البضاعة، وتتكون أجود أنواع العود من الأشجار التي استفحل بها المرض كونها تكافحه عبر إفرازها مادة صمغية ذات رائحة زكية وطيبة، هي رائحة العود بعينها. إذن هكذا يصنع دهن العود، مراحل عديدة وكثيرة وشاقة تفسر لنا أسباب ارتفاع سعره. وكل عام وأنتم بخير. محمد الخطيب، أخبار الإمارات.
Saya tak kaya, tak ada duit saya untuk ngasih apa-apa ke bapak. Saya kasih dua biji saja, dua saja. Pertama, minyak wangi. Ot, ot itu kayu gahari. Kayu gahari. Simbolnya supaya bapak menebarkan keharuman ke negeri ini. Yang kedua,